حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. كشفت شبكة ترايد أرابيا المعنية بالشؤون التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط، كشفت عن توقيع السودان عقدا مع شركة جديدة نشأت مؤخرا عن دمج شركات جنرال إلكتريك الأمريكية السابقة المسيطرة على سوق الطاقة العراقية. في سياق أكد معهد الشرق الأوسط أن سيطرة الشركات الصينية والأمريكية خصوصا جنرال إلكتريك لم تحقق للعراق نسبة النمو المطلوبة لسد حاجاته المحلية. وأكدت أن نسبة الإنتاج الحالية تبلغ 23.4 جيجا واط، بينما يحتاج العراق إلى 34.18 جيجا واط، وبنسبة نمو تبلغ 5% سنويا، فيما تزداد الحاجة المحلية إلى نحو 8% سنويا. أعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفردوسي البدء بعملية التسويق لمحصول الحنطة للخطة الزراعية للموسم الحالي. وقال الفردوسي إنه تم عقد اجتماع مع إدارة وكوادر المركز التسويقي والتشكيلات الساندة لها، وتم مناقشة معايير وآلية قبول وتصنيف المحصول والكميات المتوقع استقبالها من الفلاحين والطاقة الاستيعابية لخزنها، مضيفا أن الكميات المسوقة لغاية اليوم بلغت أكثر من 1550 طنا تقريبا، وأن الكميات المتوقع استلامها تصل إلى 280 ألف طن. صرح حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده والناتجة عن الحرب في المنطقة تفوق مليار دولار أمريكي. وأشار منصوري إلى أن لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن أموال المودعين ليست موجودة بشكل كامل ولا يمكن إعادتها بالكامل. وأوضح منصوري أن سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازية وصل إلى نحو 90,000 ليرة لكل دولار واحد، وهو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف على حد تعبيره. أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7% من 3.4%، وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية. ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق نموا بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.